السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها التلاميذ الأعزاء من المستوى التاسع الإعدادي، مرحبا بكم في هذا الفيديو. سوف نقدم لكم مقارنة بين البول الأولي والبول النهائي، وكذلك عمليات الامتصاص على مستوى الأنبوب البولي والإبراز البولي. إذا في هذه الجدول الوثيقة اليورين بريميتيف اليورين ديفينيتيف، يعني تعرفنا سابقا على مكونات البول الأولي في الفيديو السابق. إذا هناك تصفية ديال البلازما على مستوى الكوبيبة، وعلى مستوى الكوبيبة يتم هناك سكوين ما يسمى بالبول الأول. من بين المكونات الأساسية والماء والأملاح المعدنية، ولا ننسى السكريات والأملاء الأمينية، ووجود كذلك الحمض البولي البولة. ولكن على مستوى البول النهائي، لاحظ الجدول. Le tableau 50 présente une comparaison entre les compositions respectives de l'urine primitive et l'urine divinitive. Il y a un différent. واضح بين البول الأولي والبول النهائي من حيث المكونات. L'urine primitive se retrouve au niveau de la capsule glomérulaire et l'urine divinitive se trouve au niveau du tube collecteur et des bassinets. المكان الذي تكون فيه البول الأولي هو الجدار الذي يحيط بالكوبيبة، والمكان الذي تكون فيه البول النهائي على مستوى الأنابيب المجمعة، الأنابيب البولية المجمعة، كذلك على مستوى الحوض الموجود في الكلية. Dans ce tableau, on distingue quatre types de substances. L'eau et les éléments minéraux. L'eau et les sels minéraux. ولي زيليمون مينو موجودين بكثرة على المستوى البولي 950، كانت هناك 985 إعادة ديال الامتصاص وصبحات غير 950. طرح كذلك الأملاح المدنية من 7 إلى 10 ومن 2 إلى 4 لي زوطغ زيليمون مينو. الأملاح المدنية كانت موفرة متوفرة، وكذلك الماء متوفر على مستوى البول النهائي. لي سبستانس أورغانيك يوتيل على الأورغانيزم كم غليكوز ليبيد بروتين اي اسيد امين. بالنسبه للغليكوز ليبيد بروتين واسيد امين يحتاج الجسم، خصوصا الغليكوز يتم هناك اعاده امتصاص لا ريابسوربسيون على مستوى الانبوب البولي، يستفيد منه الجسم، ولكن يكون هناك انعدام تام على مستوى البولي. لم نحت الغليكوز، لم نحت الليبيد، لم نحت البروتين ولا الاسيد امين، انعدام تام. Les substances azotées, toxiques, urée, acide, azoté toxique, et urée et acide urique. Mais par exemple, le bol, c'est pour le faire. Mister Wall plasma, l'insa. ولكن عند صياء يتخلص الدم من هذا الحمض البولي، من هذا البولة، ويطرح خصوص البولة تطرح بشكل كبير على مستوى البول النهائي 23 غرام بار لتر. الأخرى أسيد يوريك 0.5 غرام بار لتر. لي سبستانس أزوتي توكسيك سينتيزي بار لي سيلول لي تيب يورينير. دي تيب يورينير ا بارتير دوطخ ديشي ازوت. اذا هناك خلايا على مستوى الانبوب البولي موجود في الخلية. بالنسبة للامونياك تيكون المواد سامة جدا،
ومن بين الفضلات دي الخلايا الموجودة في الأنبوب البولي. تقريبا انت تطرح 0.80 جرام باغ لتر، وكذلك الحمض الهيلوريك مادة سامة جدا، كذلك تطرح على مستوى اللون النهائي 0.60. إذا طلعت هنا أن هناك مكونات أساسية للبول النهائي من بين الماء والأملاح المدينة، وكذلك بعض المواد السامة الموجودة أصلا في البلازما. نقصد بالذكر هو أسيد إيريك وليغي موجودين في البلازما، وكانوا موجودين في الليغين بريميتيف، وتم طرحهم على مستوى الأنبوب البولي في البول النهائي. أحسن دليل هو البولة عندنا 23 غرام باغ لتر، بالنسبة هائلة. وكذلك بعض المواد السامة من بين الفضلات ديال الخلايا الموجودة على مستوى الأنبوب البولي، يعني هناك الأمونياك مطروحة كثيرة والحمض الهيبوريكي. انتقلوا أيها التلاميذ الأعزاء البطيقة الرابعة، la filtration et la réabsorption. La filtration على نوع من التصفية، نوع من الترشيح، et la réabsorption نوع من امتصاص، خصوصا المواد اللي يستلزمها الجسم. سيبوا معي، هذا يسمى بالدم الداخل، وهذا ما يسمى بالشريان. دائما الدم داخل العضو المكان اللي تتواجد فيه هو الشريان، ما يسمى بالشريان الكلوي. وهنا كيف ما قدمنا لكم سابقا على مستوى الكوبيبة، لاحظوا معي، إذن هناك ما يسمى بتصفية الدم أو ترشيح للدم، يعني هذه تسمى لا فلتراسيون، أو ما يسمى بتكوين البول الأولي. إذن الأسهم الزرقاء يمثل الماء، والأسهم الصفراء تمثل الأملاح المعدنية خصوصا الصوديوم والكالسيوم، ولا ننسى أن هناك وجود الجليكوز على مستوى البول الأول. هنا تتم عملية الامتصاص ريابسوربسيون على مستوى الأنبوب، هذا يسمى بالأنبوب البولي، هذه تسمى الكوبيبة، وهذا يسمى بالأنبوب الأول، الأنبوب البولي. إذا تتم عملية امتصاص مرة أخرى الماء، وكذلك بعض الأملاح المعدنية وليست جل الأملاح المعدنية خصوصا الصوديوم، وإعادة امتصاص للأحماض الأمينية والجليكوز، رجوع مرة أخرى إلى الدم. هذا الدم الخارج يسمى بالوريد الكلوي. على مستوى الأنبوب المجمع، إذن هناك ما يسمى بإفرازات، إفرازات نسميها بالفرنسية لي لا سيكريسيون. إفرازات ماذا؟ إفرازات بعض المواد الأزوطية السامة، من بينها الحمض البولي، تكون إفراز ديال الحمض البولي،
اسيد يوريك، اليوري البولة بشكل كبير، وهناك خلايا على مستوى الأنبوب البولي تطرح وتتفرز لنا بعض المواد السامة كمثلا الأمونياك والحمض الهيبوريك هيبوريك بعضها هيبوريك حمض هيبوريك هيبوريك تسمى بالفرنسا أسيد إيبيريك كذلك أمونياك. هذا المكان يسمى الأنبوب على اسم تيبول يورينار، وهذا ما يسبب أنبوب المجمع تيب كوليكتور. وهنا تتم عملية هنا تتم عملية الامتصاص، وهنا تتم عملية الإبراز إليميناسيون، ولا ننسى في هذا المستوى تتم عملية الإفرازات. Après la formation de l'urine primitive au niveau de la capsule glomérulaire, des substances plus ou moins utiles à l'organisme retournent au sang au niveau du tube urinaire. C'est la réabsorption. يعني هناك امتصاص الماء، امتصاص بعض الاملاح المعدنيه، امتصاص الجلوكوز والاحماض الامينيه. D'autres déchets comme l'ammoniac sont sécrétés par des cellules du tube urinaire, c'est la sécrétion tubulaire. هذا افرازات خاصه بالانبوب البولي من بين الامونياك والحمض الهيبوريك وكذلك افرازات اخرى تتم طرح البول بولة والحمض البولي بكثافة. Arrivé au tube collecteur, l'urine primitive devient l'urine définitive. إذن هذاك البول الأولي عندما يصل إلى الأنبوب المجمع يصبح بول نهائي خالي تماما من مواد الذي يستفيد من الجسم الجلوكوز بروتينات دهنيات أحماض أمينية وتطرح فيه وتكون هناك ماء وجود ماء كثافة وكذلك بعض الأملاح المعدنية ولا ننسى هناك إفرازات على مستوى الأنبوب البولي من الأمونياك والحمض الهيبوريك والبولة والحمض البولي ضمن المكونات الأساسية ديال البول النهائي.